هذا البرنامج بالشراكة مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى عناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج عناية، والذي يأتيكم بالشراكة مع الجمعية الصحية الخيرية عناية. في حياتنا ذات الإيقاع السريع والمليئة بالضغوط، نتعرض يوميا للعديد من السموم، فتناولنا المفرط للوجبات السريعة غير الصحية وتناول المشروبات المنبهة المليئة بالكافيين أمر محبب إلى نفوسنا، إلا أن التخلص من السموم التي يسببها نمط الحياة هذا يقع على كاهل ذلك العضو المسكين المسمى بالكلية، وهو موضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة. تابعوا العديد من الفقرات المفيدة والجميلة في برنامج عناية بعد هذا الفاصل. حياكم الله في أولى فقراتنا سلامتكم. من المعروف أن الإفراط في تناول السكر يزيد أخطار الإصابة بالسمنة والسكري، لكن دراسة طبية غير مسبوقة ربطت بين المستويات العالية من السكر وأخطار الإصابة بمرض الزهايمر. ففي دراسة أجرتها جامعة باث آند كينغز كوليج لندن البريطانية على أبحاث سابقة، أظهرت أول دليل ملموس على أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤثر على مستويات الإدراك ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر وضعف الإدراك الوعائي. وبذلك فإن مرض الزهايمر يعد سبباً آخر يدفعنا إلى السيطرة على استهلاك السكر في نظامنا الغذائي. ما تكثر من السكر يا ناس. انتهت دراسة أمريكية حديثة إلى أن نوم القيلولة مفيد جداً للأطفال في دعم مهارات التعلم لديهم، وخلال تجربة قام بها مجموعة من العلماء في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية لقياس قدرة الأطفال على تعلم الأفعال في سن 3 سنوات، وجدوا أن الذين يأخذون قسطاً من النوم لمدة من الوقت بعد تعلم الأفعال الجديدة يتمتعون غالباً بإدراك أفضل للكلمات عند اختبارهم بعد 24 ساعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. تقول الرابطة الأمريكية لاختصاصي النظارات إن العين تبذل جهداً أكبر عند القراءة من شاشة الحاسوب بخلاف القراءة من الكتاب، حيث تكون الأحرف أقل دقةً، وتعمل هذه الأمور مجتمعة على إجهاد عضلات العين وجعلها تعمل بطاقة أكبر. وأشار باحثون من جامعة ولاية لوا أن هذه الأعراض قد تظهر مع استخدام الحاسوب مدة 2 ساعة فقط، حيث تشكل شاشة الحاسب خطراً أكبر على العيون من الصفحات المطبوعة. توصل علماء من جامعة إنديانا الأمريكية للصحة العامة في دراسة أخيرة إلى أن المغنيسيوم يمكنه الحفاظ على معدلات ضغط الدم الصحية، ويمكنه أيضاً تخفيض ضغط الدم بصورة طفيفة، وذلك حسب الدراسة التي نشرت نتائجها في الدورية العلمية هايبر تنشن. وأورد موقع أوكسبورغر ألجيماينا الألماني تقريراً عنها، ودرس العلماء بيانات 34 دراسة سابقة بصورة دقيقة، وذكرت المشرفة على الدراسة بيغن سونغ أن أكثر من 2000 شخص شاركوا في الدراسة، حيث فحص الأطباء المشرفون على الدراسة تأثيرات التناول اليومي للمغنيسيوم على ضغط الدم بصورة خاصة. يمثل الماء 70% من جسم الإنسان، أي ما مقداره ثلثا وزن الجسم، ويوجد الماء في الدم بنسبة 80%، وفي المخ بنسبة 75%، وفي الكبد بنسبة 96%، ويشكل 90% من بلازما الدم، ويوجد في العظام بنسبة 22%.
وعليه فإن جسم الإنسان يعتمد اعتماداً كبيراً على الماء للقيام بوظائفه المختلفة. ومن فوائد شرب الماء عند الاستيقاظ أنه يساعد على التخلص من بقايا الطعام غير المهضومة، وينشط عمل الأمعاء، ويساعد على التخلص من الغازات المتراكمة فيها، وينشط الجسم من خلال تحفيزه على أداء وظائفه الحيوية، حيث يوجد نوعاً من التوازن بين الغدد الليمفاوية، ويتحكم في السعرات الحرارية الموجودة في الجسم، حيث يخفض نسبة السكر إلى أقصى حد ممكن، ويوازن نسبة السكر في الدم، ويقلل أعراض الإصابة بمرض السرطان، ويساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة فيه، ويزيد إفراز الغدد اللعابية في الفم، ويمنع ظهور رائحة كريهة فيه، ويجدد بناء خلايا جديدة في الدم، ويحافظ على درجة حرارة الجسم، حيث يساعد على خفض درجة الحرارة المرتفعة عند تناول كوب من الماء البارد، ويساعد على علاج بعض الأمراض، ولعل من أهمها أمراض القلب والسل، ويعالج أمراض الجهاز البولي وأمراض الكلى، حيث يخلص الجسم من الغازات والسموم المتراكمة في البطن والأمعاء من خلال عملية الإخراج، وينقي الكلى من الترسبات والحصوات التي يمكن أن تنتج من عملية تنقية الدم، وينقي الجسم من جميع العناصر الضارة والمشعة والسامة، ويجدد الخلايا، ويحسن عملية هضم الطعام، ويمنع الإصابة ببعض الاضطرابات ومنها الإمساك والإسهال وعسر الهضم، ويحرق الدهون المتراكمة، وينشط عملية التمثيل البنائي، ويطرد الغازات والسموم والفضلات، ويجعله يتصدى للعديد من الأمراض. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم حبايبنا المشاهدين في برنامج عناية. الكلية ذلك العضو الصغير وزنه فقط 150 جرام للكلية الواحدة، طولها 11 سنتي وعرضها 5 سنتي، سمكها 2.5 سنتي. شفتوا الكلية هذا العضو الصغير فيه الكثير والكثير والكثير من الفوائد. إذا تعطلت كلية واحدة ممكن إنها تقلب حياة الإنسان رأسا على عقب، تغير كل شيء في تركيب الجسم في حياة الإنسان. الكلية عندها وظيفة أساسية مهمة في الجسم، وهي تنقية الجسم من السموم والفضلات. إذا الكلية تعطلت فالجسم ما راح يطلع منه كل السموم والفضلات هذه، وحتتراكم في الدم وحتنتشر على كل الأعضاء، وبالتالي تسبب إلى فشل كثير 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 من الأعضاء داخل جسم الإنسان. حول هذا الموضوع وحول موضوع مهم غفل عنه الكثيرين، وهو موضوع أهمية شرب الماء يوميا في حياتنا، وكم الكمية ومتى وكيف، هذا الموضوع اللي حنتناقش عنه اليوم بإذن الله تعالى مع ضيفنا الدكتور تركي ابن عبد الله الشريف، استشاري طب كلى الأطفال. حياك الله دكتور. الله يحييك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، نورتنا وشرفتنا. والله الشرف لي، وبالحقيقة سعيد بالتواصل معكم، وأتمنى إن شاء الله نكون ذو فائدة لمشاهدي الأعزاء. الله يسعدك ويبارك فيك. دكتور تركي، في البداية بس حابين نسألك سؤال سريع عن إيش هي الأعراض اللي إذا يعني حس فيها الإنسان اللي تدل على إنه في مشكلة أو هناك في مرض في الكلية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هو في البداية أنا ما ودي أصير يعني مخيف أو مرعب للمشاهدين أو لمن يسمع الكلام. أحيانا أمراض الكلى قد لا تظهر أي أعراض في الحقيقة، أي يعني نسبة كبيرة من بعض المرضى لا يكتشف أنه مريض بالكلى إلا في وقت متأخر من 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 المرض الكلى. فأحيانا عدم الأعراض يعني قد يكون الإنسان لديه مرض في الكلى لكن لا يعلم إلا في وقت متأخر. عشان كذا يصير موضوع مثلا الفحوص الدورية خصوصا للناس اللي كبار السن أو حتى مثلا حتى بعد الأطفال، يعني مثلا فحوص ما قبل المدرسة أو أثناء زيارتهم للطبيب. في بعض الفحوص البسيطة التي تعمل أثناء الزيارات الدورية التي المهمة اللي تكون زي مثل يعني زي الكشف المبدئي فيما حتى قبل بدء ظهور الأعراض. الأعراض طبعا إذا ظهرت فهي عادة تكون يعني في أعراض مثلا أمراض مؤقتة وتكون ذات في وقت قصير، وبالعلاج
تزول، يعني مثلا لو صار في حرارة مثلا تدل على التهاب البول أو التهابات البول، يعني لما تجي تكون تبدأ مثلا بحرارة أو جلكم الله المستمعين تكون في حرقان في البول أو آلام في الجنب أو حتى مغص البطن، فهذه مثلا من ضمن بعض الأعراض اللي ممكن، الصداع، الإرهاق، الإجهاد، الغثيان، الاستفراغ، كل هذه برضو كلها ممكن تكون، كلها ممكن تكون لأن الكلى هي مرتبطة بكل أجزاء الجسم، قد تكون سبب كلى وقد تكون سبب أشياء أخرى، لكن هذه برضو من أي. طب أنت ذكرت الآن موضوع مهم، موضوع الفحص الدوري والكشف للإنسان حتى يكتشف الأمراض من بدايتها لا سمح الله، هل في فئات معينة يعني يجب عليهم أنه يفحصوا دوري زي الناس مثلا المصابين ببعض الأمراض، الناس اللي عنده الضغط، اللي عنده السكر، اللي عنده بعض الأمراض، هذول يجب عليهم أنه يفحصوا دائما يشوفوا وظائف الكلى والفحوصات الخاصة طبعاً بالكلى؟ طبعاً إذا صار عنده ضغط أو سكر هذه تكون من ضمن الفحوصات الدورية اللي يفعلها الطبيب المختص. بالضبط، لابد أنه دائما كل فترة وفترة بالضبط يتأكد من عدم تأثير هذه الأمراض على الكلى، على الكلى الإنسان. طيب يا دكتور، احنا يعني موضوع شرب الماء هذا حتى في حياتنا اليومية، في حياتنا اليومية اللي احنا نتكلم، يجيك انا كثير يجوني صراحة، انا عندي وما عندي ومش عارف، كم تشرب موية في اليوم؟ اقول هذا اول سؤال انا اقوله لأي يعني، بعض الناس يجوك ألم هنا ومش عارف فيه، الله يكرمك حرارة في البول، احيانا اقول يجيني ألم بالجنب اليمين، احيانا اقول لك في الجنبتين. موضوع شرب الماء اليومي ومقدار الموية اللي مفترض يشربها الإنسان يوميا، هذا موضوع يمكن كثيرين مننا غافلين عنه، أو بس إذا حصل موية قدام، الآن إحنا ما قدامنا موية، ممكن تشرب عصير وتمشي. في البداية كم مقدار الموية اللي مفترض يشربها الإنسان يوميا؟ طيب طبعا السؤال مقدار الماء وهو تقريبا ممكن نقول أنه مساوي السوائل، يعني برضه يعني أي نوع من أنواع السوائل يعني قد يكون يعتبر من ضمن يعني يدخل في تحت الماء، فإن لما نقول المقدار من السوائل أو قلنا مقدار الشرب من الماء تدخل فيه السوائل، يعني سواء كان الأخرى سواء كان عصيرات أو شاي أو قهوة أو حليب، فهذه تعتبر من السوائل اللي يعني تدخل في ضمن الكمية اللي ينصح فيها. بس هل تدخل، معلش، هل تغني عن الماء؟ مثلا في واحد في اليوم يشرب دلتين قهوه بس ما يشرب مويه الا نص كاسه، تغني؟ اذا كانت من المشروبات الطبيعيه هذه تغني، يعني ايه يعني انا نتكلم عن كميه الشرب، فتكون كميه الشرب شامله يعني بما فيها السوائل هذه. جميل. طبعا ميزه الماء ان ما في سعرات حراريه، فهذه يمكن او ولا في مواد اخرى يعني ممكن انها تاثر على مثلا اللي يشرب دلتين قهوه يصير عنده مثلا ارتفاع في الكافيين وخفقات عدم انتظام ضربات القلب والى اخره وارتفاع في الضغط، فبياخذ الاعراض الجانبيه حقه المركبات الموجوده في نوع المشروب. اللي بيشرب مثلا عصيرات فيها محليات بيصير كميات السكر عاليه والسمنه، اذا صار اللي بيشرب الحليب فمعناها انه بياخذ دهون وسعرات حراريه اكثر. فعشان كذا الماء، ميزة الماء أنه يعني مركب طبيعي خالي من أي إضافات وخالي من أي سعرات حرارية، فيعني يفضل أنه يكون هو يعني غالبية شرب الإنسان. كم يشرب الإنسان في اليوم؟ طبعا كان في قاعدة مشهورة يسمونها 8x8 أو 8x8 أو على أقل بالنسبة للإنسان البالغ ما لا يقل عن 8 كاسات. هي طبعا، وفي ناس طبعا وجهة نظر أخرى تحددها بال 8 كاسات تقريبا تصل قريب من اللترين، يعني الكاسة 250 تقريبا، أي إذا قلنا 250 من الكاسة العادية 8 كاسات تقريبا قريب من 2 لتر للإنسان. هذه بطريقة يعني ما خلنا نقول عامة، طريقة عامة بشكل في بعض الناس يحب التدقيق أكثر ويحددها حسب الوزن وحسب الجنس، يعني الذكر يختلف عن الأنثى. جميل. والأنثى الحامل تختلف عن والأنثى المرضع تختلف عن الأنثى غيرها، وحسب الجهد البدني وإلى آخره. طبعا إيه بالنسبة للرياضيين طبعا هذا وضع مختلف، طبعا إذا بنتكلم عن حالات خاصة يبدأ الواحد يدخل في تفاصيل إيه أكثر. ولهذا السبب يعني ممكن تكون أفضل إجابة لهذا السؤال أن كل إنسان يعني يعرف تقريبا كمية الماء المناسبة له بالتجربة أو
يعني إذا كان مثلا بعض الناس قد يشعر بالصداع إذا حصل عنده جفاف أو كثرة العطش، طبعا معناها أن الإنسان الجسم بدأ في وصل إلى مراحل متقدمة من فقدان السوائل، فيفضل مثلا الإنسان ما يصل المرحلة هذه. فيعني بشكل عام شرب الماء باستمرار مهم بين كل فترة وفترة. كان ذاك اليوم سمعت يعني أحد الدكاترة يتكلم يقول إنه مفترض يكون معاك قارورة مويه عندك دائما طوال اليوم إلين ما تنام، خصوصا كمان قبل النوم لازم تشرب كثير، فيعني لازم تكون قدامك يقول المويه دائما. طيب يا دكتور، في سؤال دائما يتكرر، يعني إيش الأفضل في شرب الماء؟ إنه نشربه مثلا بين الوجبات، ولا إنه مثلا مع الأكل، قبل الأكل بعد الأكل؟ إيش أفضل وقت يعني لشرب الماء؟ شرب الماء نقول إنه يعني يفضل لنا في أي وقت، يعني تكون دائما باستمرار. إذا صرنا بنتكلم عن علاقة الماء بالأكل، فيعني فيه برضه على حسب في مأكولات إيش الموضوع اللي تتكلم على. يعني في بعض الناس يعني يقول مثلا عندهم نظريات مثلا قضية الشرب مع النشويات ممكن يصعب الهضم أو مع الدهون، هذا عند حقنا كلها في الحقيقة يمكن ما عليها يعني نظريات، بس ما لها إثباتات علمية حقيقية. يعني في بعض مثلا الحالات اللي بيحبون يسوون رجيم ممكن يشربون قبل الماء قبل الأكل بنصف ساعة مثلا، أو صح يقولك عشان تعبي بطنك بالضبط مثلا، يعني مو كمية كبيرة طبعا، يعني يشرب 100 ملي أو 200 ملي كاسة، يعني لأنها تساعد في الماء يساعد على تسريع الميتابوليزم أو الهضم عملية استقلابية في الجسم، فهو لما يبدأ ياكل يشعر بالشبع أبكر من المعتاد. يعني جميل خلونا الآن نشوف هذا الاستطلاع ونعود لكم مرة أخرى. كم كاسة موية بتشرب في اليوم؟ حوالي 8 كاسات، يعني 2 لتر مية في اليوم. ممكن أزود، الصح أزود، لكن هو ده المعدل الطبيعي. المعدل الطبيعي. إذا أنت بديت البرنامج ده بعد المشي ولا من زمان؟ لا من زمان. من زمان بتشرب مية؟ لازم المية. ما شاء الله. طيب عارف كم نسبة المية في جسم الإنسان؟ لا الحقيقة. ممكن عارف. ثلث تقريبا بس مش متذكر. مش مشكلة، هي أكثر من ثلثين. بس طيب أنت عارف إيش فوائد المية؟ فوائد المية كتير. أول حاجة بتخلص الجسم من السموم. تاني حاجة المية بتساعد على زيادة نسبة الحرق في يعني بترفع نسبة الأيض، يعني اللي هو حرق السعرات الحرارية زيادة وبتساعد نسبة الحرق. المية بتساعد في طبعا المية ضرورية علشان تفضل الكلى سليمة. بس يعني من دون مية ما في. والله أنا أقول لك برافو. تقريبا لتر. ما لتر كاسات؟ أيوه لتر. يعني قارورتين من المويه هذه ابو ريال لتر صغير. يوميا ما شاء الله؟ يوميا تقريبا. طيب اذا مشيت ما تزود المويه؟ لا نفس الشيء. نفس الشيء. ممكن بالكاسات او بالقلاص. هذا بالكاسات. ايوه كم كاسه؟ 2 او 3. هو صح ان الصح لازم تكون في اليوم كامل تشرب كاستين. كاستين ايوه أو ثلاثة إذا كثرت. أكثر شيء ثلاثة إذا كثرت. يا سلام. أيوه ثلاثة شيء. طيب هذه أنا أعتقد في الصيف. طيب في الشتاء الأيام هذه كم تشرب كاسة؟ في الأيام هذه والله ما أشرب كثير، ممكن أشرب على نهاية منتصف الليل يعني كاسة واحدة وكاسة ونص. طول اليوم؟ طول اليوم. طيب إيش السوائل اللي تأخذها في خلال يومك؟ إيش السوائل؟ جسمك عصيرات سوائل؟ عصيرات طازجة بس هذا اللي أخذ. غازات وما غازات تشرب؟ لا الغازات ما أشربها الحمد لله. والله عادي في النادي لازم اشرب لي قرورة كبيره حق تمرين عندي. جميل. هذا بس في النادي؟ اي في النادي. لا طبعا اشرب بس مو ما احسب الكميه، بس ان المويه اشربها. نعم. تشرب مويه دائما؟ لانه شوف يختلف في الصيف والشتاء. في الصيف لما اكون العب كوره مثلا، يعني مثلا العب احيانا العب على فترتين، فمعدل استهلاك يعني متوسط اكثر من 10 ابو ريال. هذا غير اللي اشربه في البيت، وغير انا قاعد اتكلم عن مثلا البقال اللي عند الملعب مثلا اللي انا العب فيه. ما شاء الله.
ففي الصيف لاني انا ابذل مجهود العب في المحور ويعني اركض كثير، ف لكن في الشتاء برضو في الشتاء حتى لما ما اعطش امر من اي مكان في مويه سواء براد البيت سواء بقال اشرب، لانه كان واحد نصحني والله من زمان يعني كان مدرب عندنا فريق قال لي اشرب مويه طول اليوم، فصرت ترسخت هذه مع الممارسه صرت خلاص اشرب مويه بدون شعور حتى. يعني انت انسان رياضي ما شاء الله تبارك الله، عارف المويه وفوائدها واللي صاير. الحمد لله يعني المويه نطبقها 100% اساسيه لانها مويه مشي. تقريبيه يعني ممكن انا احاول اني اكثر من المويه، يعني تخبر المويه تفيد الجسم وحتى نظره الوجه وكذا، فانا انا احاول اني تقريبا يعني واحد واحد لتر تقريبا، واحد لتر في اليوم هذا اقل شيء. طيب تعرف ايش فوائد المويه؟ شايفك تقول نظاره الوجه ما نظاره الوجه. والله انا اشوفها في نفسي ما انا اقول لك اعطيك معلومه، يعني انت دكتور تعجبني انت الله يطول عمرك، انا اقول لك من تجربتي الشخصيه، انا كنت انا رجال ما اشرب مويه وقليل الشرب المياه. جميل. لكن يعني لما صرت اشرب مويه صارت يعني يعني تبان على وجهي، تبان على مثلا على نظارتي، على مثلا صحه الجسم يعني تبان يعني عرفت. طيب عارف كم نسبه المويه اللي موجوده في جسم الانسان؟ اتوقع 95%. 95%؟ 5% هذه كل شيء الباقي لا بالغ يعني ما ادري هو مصدر كل شيء المويه. مصدر كل شيء يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله يحيي. طيب عارف كم نسبه المويه في جسم الانسان ولا ما ادري؟ والله بس اتوقع عارف ايش. طيب ايش ادينا فائده كذا؟ ايش تفيد المويه؟ ليش تشرب مويه؟ اي شيء المويه اهم شيء، ما تقدر يعني زي ما تقول لما يكون ناقص عندك المويه مع الوقت يجيك عندك خمول، فالخمول عدم النشاط عدم التركيز هذه كلها المويه في جسم الانسان. اتوقع 70% او كذا يعني اتوقع قريب من كذا. ايوه ف يعني جسم الانسان قايم على المويه، فلما ما تشرب مويه انت يعني صحيا مدهور نفسك. حياكم الله واهلا وسهلا بكم بعد هذا الاستطلاع. ما شاء الله يعني ثقافة الناس يعني عالية جدا عن شرب الماء وأهمية الماء والأشياء هذه، لكن بعضهم طبعا ثقافة من دون فعل، لكن المكان اللي رحنا احنا سألنا فيه أساسا كان يعني هو عبارة عن ممشى والناس يمشوا، فأكيد اللي يمشي يعني يمكن صحيح. عارف أهمية الموية وفوائدها والأشياء هذه صحيح. دكتور طبعا احنا جبنا المويه الكثيره هذه ناس عشان تعرفوا انه المويه مهمه، خلينا نسالك نفس السؤال اللي سالناه للشباب اللي قبل شويه. انا شخصيا يعني والله اشرب قد ما اقدر صراحه ما شاء الله يعني شفت يا ناس يعني باستمرار يعني مش باستمرار. كلام بس الحسبه ما احسبها بالحقيقه لان يعني ممكن تتعدى 2 لتر 3 لتر على حسب يعني غالبا في المعتاد الواحد ما يعني نادرا جدا انه اذا صار نقل. ما عندنا وقت انك اصلا خلال اذا شربت بين كل فتره وفتره خلال اليوم. جميل. ف يعني يعرف بشكل تقريبي يعني. طيب جميل. طيب ايش علاقة مثلا يعني عدم شرب الماء وزيادة العطش بآلام الرأس بصفة يعني خاصة؟ الصداع بشكل عام يعني لو قلنا الصداع يعني بشكل عام في بعض الناس بالفعل يعني اذا ما يشعر انه اذا ما شرب او مويه ذاك اليوم وما شرب سوائل يصير مع صداع، واذا شرب الماء يخف الصداع، ففي قد يكون في علاقة في الحقيقة بين كمية السوائل، لأن الماء والأزمولية الجسم تتأثر من أشد الأعضاء تأثرا بها اللي هو المخ، فقد يكون هذول الناس عندهم حساسية عالية من الفرق بين السوائل ارتفاعها أو انخفاضها فيصابون بالصداع أكثر من مثلا العطش. أكثر من العطش مثلا يكون هذا هو طريقة تعبير الدماغ، بدل ما يعبر الدماغ بالعطش يعبر بالصداع. يعني الآن في كثير من الناس يقول لك أنا عندي صداع دائما صداع مزمن، ممكن نقول له اشرب موية. الصداع طبعا أسبابه الأخرى كثيرة. أيوه. إيه. نعم. فأنا نتكلم إذا السؤال كان يعني نقول هل ممكن أن يكون العطش سبب للصداع؟ الجواب نعم، لأنه يعني في بعض الناس عندهم صداع دائما وما وشاف عمل كل الفحوصات ما في شيء يعني مثلا، فممكن تكون من قلة شرب الماء والأشياء هذه. بالضبط. طيب جميل، شرب الموية يقولون يؤثر تأثير مباشر على صحة الجسم الإنسان الخارجي يعني البشرة، إيش العلاقة بينهم؟ ونحن نشرب ترى قدامكم ما ودك طاق، بس نحن نشرب قدامكم، أنا حاشرب قدامكم تدريجيا في هذه الحلقة
كل الكاسات الموجودة هنا؟ لا مو كلها يعني، ما نستطيع. تفضل دكتور. طيب هو يعني قد يكون سبب ما هو ما في علاقة في الحقيقة بين شرب الماء، ولأن قد بعض الناس يمكن عنده تصور أن شرب الماء مثلا يساعد على نظارة البشرة. نظارة البشرة. فهذا المفهوم في الحقيقة ما هو بصحيح. وقد يكون السبب وراء هذا المفهوم أن أحيانا أننا نسترشد على الجفاف بجفاف البشرة، أو لما تكون جفاف لما تكون بشرة جافة، فخصوصا في الأطفال يعني نسترشد، أو الجلد واحد من الأسباب اللي تدل على جفاف، فأخذوا لنا أو المفهوم هذا جاء بالانعكاس، قالوا لا مثلا مدام أن الجفاف يسبب جفاف البشرة معناها كثرة الماء تؤدي إلى نعومة ونضارة البشرة. نضارة البشرة. وهذا المفهوم في الحقيقة مو بصحيح. يعني إيه لما يعني قارنوا بين جروا التجارب، قارنوا بين الناس اللي يشربون وتأثيرهم على نضارة البشرة، في الحقيقة ما في شيء رابط علمي مثبت. لا. علمي معين. طيب إيش فوائد الشرب الموية الكثيرة للناس اللي مصابين بأمراض السرطان حمان الله؟ يقول إنه لها فوائد. أنا في الحقيقة ما وجدت يعني ما أذكر أنا قاعد أسألك أسئلة، هذه أسئلة الناس يعني. أي أنه يسأل يقول لك لها ولها ولها، في بعض الأشياء تجي يعني في شيء مجمعين عليه كلنا، وأنت قلته يعني قلناه في بداية الحلقة أن الموية تساعد على في الجسم وتنقية في الكلية وتنقية الجسم من السموم وتسهل يعني عمل الكلية، لكن في أشياء ثانية زي أمراض السرطان ونضارة البشرة. أي. أسئلة تجي كثير يعني، فأنا حبيت أسألك يعني. أي لا أنا في الحقيقة ما عندي علم إذا بالموضوع أنه هل مثلا شرب الماء بيساعد في اللي المعروف ان بعض المواد اللي في الماء قد تسبب سرطان، قد تسبب. اذا صارت مثلا زادت عن نسب معينه. وهذا الكلام كان يعني مثلا تجي اهميه يعني تجهيز الماء وتنقيه الماء بالمعايير الدوليه والمعترف فيها، في بعض المواد اللي تكون في الماء اللي ممكن تسبب السرطان، لكن كون علاج السرطان ما يعني ما أدري والله في الحقيقة ما لا ما أذكر والله إني في الحقيقة مر علي شيء زي كذا. هذا البرنامج بالشراكة مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى عناية. شرب الموية اليومي بالنسبة للإنسان يعني الرياضي، أو بالنسبة للناس اللي يبذل جهد كبير، بعضهم ما يشرب مويه، يشرب فقط مثلا مشروبات اخرى زي مثلا مشروبات الطاقه او الغازات او الاشياء هذه، هل يعني في لها تاثير على جسم الانسان اذا مثلا ما يشرب مويه بس يشرب طول اليوم؟ بعضهم يشرب طول اليوم مشروبات طاقه، او بعضهم اذا زودها شويه كذا يحط مثلا عصير طبيعي برتقال او شيء من هذه، هو محتاج للمويه ولا تغنيه تماما؟ طب المويه مهمه بشكل عام، ان لما نتكلم عن السوائل الاخرى لازم الواحد يصير نوعا ما يعني حذر في نوع الماده اللي يشربها يعني يشربها. مثلا اذا نتكلم عن مشروبات الطاقه، يعني مشروبات الطاقه يعني خطيره لبعض الناس، وقد يعني توابعها يعني قد لا تحمد عقباها، فكون الإنسان ما يشرب الـ ونفس الكلام عن المشروبات الغازية، لأن أضرارها احتواها على السكر، احتواها على المواد الثانية اللي زي ما يعني كل مادة كل سائل آخر غير الماء، يعني يجب على الإنسان أن يكون يعني على وعي تام بمحتويات هذا السائل. فعشان كذا نقول أسلم شيء أن يكون الماء، شرب الماء هو أسلم حاجة بالنسبة لل بدل ما أنه يدخل الإنسان في دوامة وش المواد الموجودة وش الصبغات المستعملة، وهل هي صبغات مصرحة ولا غير مصرحة، وهل هي تضر الجسم أو لا، وش الأملاح الموجودة وإلى آخره. فعشان كذا يعني يكون الماء هو أفضل خيار، يعني أفضل خيار بشكل عام. طيب يا دكتور، بعض الناس يتجنب يعني شرب الماء الكثير، يقول لك حتى ما يؤدي مثلا إلى التبول الكثير في خلال اليوم، هل هذا هو مظهر مثلا صحي الشيء هذا؟ يعني كل ما تشرب كل ما تبول، بعضهم برضو يخاف من يقوم مثلا في الليل منتصف الليل انه يروح الى دورة المياه او شيء زي كذا. طبعا هو ما دام الانسان يشرب يعني يفضل انه يشرب مثلا كميات الماء اللي ينصح بها في بداية النهار او في اوائل النهار، يعني
بحيث انه اذا اقبل على مثلا النوم ممكن انه يشرب كميات عاديه او يقلل منها. البول مؤشر على هل انت بالفعل مثلا شربت كثير ولا لا، مثلا على حسب لونه، فاذا كان مثلا شفاف او اصفر فاتح فمعناها ان الكميه هذه مناسبه، او كميه الشرب اللي عندك مثلا اذا صار بدا مثلا حرم نفسه فيما يشبه الصيام عن الشرب وصار البول اجلكم الله يعني أصفر. مركز تركيز شديد، فهذا معناه انه على ما قولتهم انه سوى زياده عن اللزوم، صام زياده عن اللزوم ويحتاج الى مويه. طبعا لابد الماء يعني شيء اساسي، التوصيات قضيه انه مثلا يشرب ما حول اللترين، وطبعا هي تختلف على حسب الظروف الاخرى وكل كل انسان ابخص او اعرف بظروفه بما يحتاج وظروفه، فلكن له لا يعني لا هذا وهذا مؤشر ممتاز، مؤشر الانسان، مؤشر البول مثلا عدد مرات البول ومؤشر لون البول وتركيزه، اذا كان مركز جدا واصفر فهذا معناته انه الانسان يحتاج، انه جسم ترى الجسم يحتاج الى سوائل ويحتاج الى بالضبط، هذه واحده من المؤشرات بالضبط. جميل جميل. طيب يا دكتور الافضل ايش، المياه المعدنيه والمياه الغازيه؟ في مويه الان متوفره وموجوده فيها بعض الغازات، ايش الافضل فيهم؟ هو في الحقيقة ما في فرق، يعني بتكلم بشكل عام يعني تقريبا، لكن المياه الغازية يعني في بعض يعني تشعر يعني بعض الناس مثلا بالراحة، بعض الناس يستفيد منها من ناحية أنها المياه الغازية يعني تساعد على البلع مثلا خصوصا عند كبار السن، فإذا هو مرتاح معها تعتبر خيار يعني جيد، لكن جميل. لكن تقريبا ما في فرق بينهم، كلها مويه يعني، كل اللي يصير انهم يضيفون لها الغازات هذه فقط، وتعطي شعور احيانا للناس انه كانه يشرب مثلا تغني عن المياه الغازيه مثلا، فاذا صار لها فائده بالنسبه له يعني خلاص. من اكثر الاشياء اللي يعني تساعد الجسم وتسهل فقد السوائل اللي هو من الاعراق والاشياء هذه الحركه، واحنا دائما في كل الحلقة يعني نقول الحركة بركة والرياضة مهمة جدا 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 لكل إنسان ولكل شخص. اليوم موضوعنا عن موضوع مهم جدا جدا ويحتاجه أي إنسان، وهو في استطاعة وفي مقدرة كل بني آدم، أي إنسان يقدر يسوي هذا الشيء. طبعا ما حقول لكم إيش هو، خلونا نشوف موضوع الحركة بركة في هذا الفيديو وهذا التقرير ونرجع مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من وقت اللياقة. 30 دقيقة من المشي اليومي هي جديرة بإذن الله تعالى بعد الله سبحانه وتعالى بحمايتك من الكثير من الأمراض، أمراض القلب، الأوعية الدموية، أمراض الشرايين، بل بعض الدراسات الآن الحديثة الموجودة إنه تقول لك 30 دقيقة من المشي اليومي اللي يواظب عليها تحمي حتى من السرطانات، حمانا الله وإياكم منها. 30 دقيقة من المشي جديرة بإنها تحسن من مزاج الشخص، 30 دقيقة من المشي جديرة بأنها تضخ الدم وتنقل الدم لجميع خلايا الجسم، 30 دقيقة من المشي اليومي تحرك الكثير والكثير من عضلات الجسم، مو بس الرجول، الكثير من عضلات الجسم تتحرك مع المشي، المشي البطيء، الهرولة، الجري، هذه كلها أنواع للمشي وللحركة. وكل ما نقول زي ما نقول دائما في كل حلقة الحركة بركة، خلونا نروح نشوف الآن نتعرف على المشي وأنواع المشي والفرق بينها وإيش الأفضل منها مع الكابتن، خلونا نروح نشوف. أهلا وسهلا حبيبي، حياك الله. حياك الله أستاذ عبد السلام الرويقة البويقة الرويقة، حياك الله. أهلا وسهلا. حياك الله حبيبي، حياك الله. طيب أستاذ عبد السلام. أهلا حبيبي، تفضل. المشي، أيوة. ما أدراك ما المشي، تكلمت عن حرق الدهون في الحلقة الماضية، أيوة. قلت أهم شيء فيها المشي، لو نتكلم عن المشي بس شغل. أول شيء نبغى نعرف إيش الأفضل، المشي على السير أو المشي في المضمار وفي الهواء الطلق، إيش الأفضل؟ شوف هما بتنين أفضل، هما بتنين كويسين، لكن المشكلة الأسرع يعني حرق السعرات الحرارية على السير، على السير لأن
انك يعجل بالسعرات الحراريه يعني، لانه انت تقدر تختار السرعه ومشي اي شيء. تزود في السرعه تزود في السرعه. ايوه قاعد نمشي على واحد الحين، عتمشي على خمسه، حط على خمسه، حط على خمسه وتمشي وتزيد تسوي تمشي. ممتاز يعني. أيوة. كذا ايوه كذا بتحرق اكثر يعني. طيب هذه خليني اسالك سؤال ثاني حبيبي، تفضل. ايش الافضل انه الانسان يبدا في البدايه يعني في حرق الدهون، الافضل المشي او الجري السريع، الافضل المشي بشويش بعدين يتدرج؟ لا شويه، اول شيء بشويه يعني. لا شويه شويه، اول شيء شويه تبدا شويه بعدين زود شويه في الريتم في النهايه لازم، لان بعدين هروله يعني، مشي مباشره هروله لا يعني، شويه بشويه، اول شيء يعني بشويه تدريجي يعني، اثنين مشي بتدريج شويه الين بعدين هروله زادت في السرعه. طيب اذا انا طول مثلا طول النص ساعه بس قاعد امشي مشي كذا، ايوه فيها شيء ولا ممتاز؟ لا كويسه، ممتازه. اهم شيء لا اقعد ثابت. ما تقعد ثابت، لازم تمشي، لا تقعد ثابت. طيب الان هذا السير. أيوة. وهذا المشي كيف ممتاز. انا قاعد امشي في ناس كذا دقيقه لا لازم ترفع راسك كذا، شوف ايوه هذا هو افضل. أيوة. افضل طريقه للمشي. ممتاز. اما كذا لا ما يمشي كذا، يمكن تطيح كذا، يمكن ايوه تمشي وتطيح. هذا لانك تركز تركز اسفل الظهر، الاسفل على القطني اسفل الظهر. جميل، لازم تمشي كذا مستقيم، راسك مرفوع ايوه، وظهرك مستقيم. مستقيم. جميل جميل. حتى في الجري. حتى في الجري. حتى الجري. لازم حتى ترفع. حتى في الجري. طيب أنا سمعت يقولوا إنه المشي في المضمار اللي يقدر يعني يمشي في الهواء الطلق أو في المضمار ويجري، سمعت يقولوا إنه أفضل. لا يعني هذا مش إيش، لأن الهواء. الهواء. يعني الأكسجين. الأكسجين. هو. هو نفس بعد نفس الجري نفس الهرولة. شنو هذا المشكل؟ هواء في الهواء يعني. ممتاز يعني، هنا ايش الرئتين يستفيدوا اكثر، لان هواء تطلع الهواء وتطلع الهواء ودخل الهواء. جميل. يعني ممتاز. هاي الحين السيل اللي هو ليش مثلا الحر، لكن الحر الانسان ما يقدر يروح في الحر. أيوة. ما شاء الله الحر ما ادراك ما الحر. صح صح، لازم الانسان ايوه مختلف. ايوه مختلف. طيب سؤال اخير، انا ما عندي سير في البيت، ايوه، ولا عندي حوش ولا عندي حاجه، اقعد جالس؟ لا اتحرك. اتحرك حتى ولو عندي غرفه 4 في 4 امشي فيها. ما تمشي فيها. امشي فيها يعني ما توقف. ما توقف يعني، احنا كلنا متفقين على انه الحركه اهم شيء. بركه الحركه. ايه السلام. بركه. متفقين على ايش؟ متفقين على البركه. الحركه بركه. الحركه بركه. السلام. السلام بويقه حبيبي، حياك الله. يا ناس كل حلقه قاعدين نقول لكم الحركه بركه، امشي لا تتحرك 30 دقيقه يوميا بمعدل ممكن فقط 5 ايام في الاسبوع، خلي نفسك يومين اجازه، 30 دقيقة يوميا جديرة بأنها تغير حياتك 180 درجة بعد الله سبحانه وتعالى. امشي ولا توقف، والحركة بركة. شكرا لك. حياك الله. خلينا نمشي. نمشي نمشي. طبعا لازم نمشي عشان نطبق الموضوع والنظرية بتاعت السلام. ارفع ارفع راسك شوية. ايوه يلا حركة بركة. حركة بركة. ممتاز. حركة بركة. ممتاز. ممكن تزود في نعم حركة بركة. الطبيعة استوحيناها ومن أجلك صنعناها. بوابة العطور، اجعل عالمك مختلفا. تمام شباب، ورحنا جنب بعض. يا سلام. نواف باسل كوكنت 3 وحدات بس، ها لا تعطي أحد. نواف ترى احنا اخوان و باسل 3 وحدات حبيبي، ما حد بيزعجني. نواف انترنت يكفي ويوفي من كويك نت، للمزيد تفضل بزيارة stc.com.sa. على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواف. سبب لكل ما رأيته وسبب لليقين وإلى هذه النتائج، ولا شك طبعا مثل هذا أولا امرأة ورجال، امرأة ورجال الحمد لله، سواء المشرفون الدعوة أو الرجال كذلك أيضا الداعمون
سواء جنود مشهورون أو جنود معلومون هي يعني. ثم أيضا العمل في يعني ضخامته وأيضا جهد الإنتاجي لا شك يحتاج إلى مزيد من الدعم من أن يواصل هذا الإنتاج الجيد. ولهذا أنا أوصي حقيقة بمزيد من العناية ووضع ضم الأيدي لأيدي إخوتنا العاملين في مثل الدعوة سواء في مثلا بالدعم المادي أو الدعم المعنوي أو معهم في كل ما يحتاجون. فلا شك أن يعني هذا من أعظم وأفضل ما يعني توضع فيه الأعمال أو توضع فيه الأموال وتبذل الجهود. ولا شك أن يعني الدعوة إلى الله عز وجل سواء من خلال الدعاء المباشرين أو من خلال الدعاء الداعمين ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك محمد. نعم هذا ينتظم الداعي المباشر أو الداعي أيضا الداعي. على طريق النور تمضي بنا القوافل مهما يطول الليل بهدينا نواصل. والحركة بركة يا ناس، زي ما قلنا لكم والله الحركة بركة. المشي مهم جدا جدا جدا. امشي في اليوم ولو نص ساعة، انت ما تمشي ولا دقيقة خلاص ابدأ بعشر دقائق. عشر دقائق انت ما عندك حوش، ما عندك سطوح، ما عندك حديقة في المنزل، تقدر تمشي في أقل محيط لك في الغرفة، تروح وتجي تروح وتجي لمدة عشر دقائق مدة ربع ساعة. تقدر تسوي أشغالك دائما، مو كل اليوم الإنسان الآن كل الشغلات تروح جيب لي سوي، لا في أشياء كثيرة تقدر تسويها في البيت بحيث أنك تتحرك وتحرك جسمك وتحرق هذه السعرات الحرارية وتحرق الدهون و و و و والأشياء كثيرة والسموم اللي متراكمة في جسم الإنسان. المشي إحنا قاعد نتكلم قلنا المشي الإنسان يمشي ولو نص ساعة، إيش رأيك يا دكتور في ذلك؟ بلا شك مهم المشي في حياة الإنسان والمحافظة على لياقته وصحته وصحته. الآن من أكثر الأمراض الآن اللي موجودة، واحد من يعني المسببات أو الريسك فاكتور بتاعتها السمنة، اللي هو السمنة. السمنة من فين تجي؟ الإنسان بس شغال وما في صحيح. حرق ما في ولا حاجة صحيح. صحيح. وما شاء الله هنا كل يوم حياكم الله وأقول طوب مفطحات وتم وتم بالضبط. وما شاء الله تبارك الله. فالمشي مهم. الإنسان في المشي يحرك يعني يحرك أغلب عضلات جسمه. حتى إحنا قبل شوية لما شفت المدرب اللي كان يتكلم يقولك في مشي سريع، في مشي بطيء، في الإنسان يقدر يمشي برا مثلاً في الشارع، يقدر يمشي داخل المنزل، يقدر يتحرك. المهم في كل هذا الموضوع دائماً نقول إنه إيش، إنه الحركة بركة. الإنسان لا يجلس، الإنسان دائما يتحرك، الإنسان يبذل جهد، يبذل نشاط في خلال يومه حتى لا يصاب بالخمول. يعني أنا سبحان الله إذا مشيت يعني يوم واحد مثلا في الأسبوع، أنا كنت أمشي زمان كنت أمشي يوميا، الأيام هذه ما تشوف قاعد نقول أحاول أن أمشي يوميا، لكن إذا مو يوميا كل يومين كل ثلاثة أيام. لكن إذا مشيت الحمد لله أمشي ساعة يعني ساعة ساعة وشوية، حتى ولو مشي بسيط. الإنسان إذا راح المسجد يرجع سبحان الله أول ما أمشي والله يتغير كل الجسم، يعني أنا أحس يمكن النفسية ذاته ترتاح. هل تصدق يا دكتور؟ صحيح صحيح. هو اللي يحب المشي ويحافظ على المشي ويمشي بكثرة والرياضة وسبحان الله يعني تتولد عنده أشياء إيجابية كثيرة يعني. صح. والساعد مثلا في ضخ الجسم، قالوا ضخ الدم لكل أعضاء الجسم والعضلات تتحرك و قصة طويلة. لكن إحنا نرجع ونكرر ونقول ترى الحركة بركة، والكرسي القاتل حقيقة. الناس اللي قاعدين طول اليوم في الكرسي شوية 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 يلقى نفسه دخل في السمنة الممرضة، ولا سمح الله السمنة القاتلة. الحركة بركة. نعيد ونكرر إنه لابد من الحركة والمشي. طيب أعزائي المشاهدين، فقرة نيشان اليوم عندنا مشروع جميل، مشروع مهم، مشروع رائد. خلونا نشوف هذا التقرير عن فقرة نيشان ونرجع مرة ثانية.
إن جمعية عناية نموذجا يحتذى من الجمعيات الخيرية كغيرها، وهي جمعيات متعددة في مدينة الرياض وفي مجالات وتخصصات عدة لخدمة أبناء المجتمع، والتي تعتبر رافدا لعطاءات الدولة. جمعية عناية هي في أمس الحاجة إلى دعم الأغنياء حتى من الزكاة المفروضة، فإن علاج الفقراء مصرف من مصارف الزكاة. ومن هنا جاءت هذه الجمعية الخيرية الصحية لعلاج المرضى عناية لتسد هذه الثغرة، فكم من المرضى من لا يستطيع أن يعالج نفسه ولا أن يقوم بتكاليف ذلك. ومن هنا فإن دعم هذه الجمعية باب عظيم من أبواب الخير. تقوم فكرة الجمعية على أن تنسق ما بينها وبين المستشفيات أو المراكز الطبية لعلاج المرضى المحولين إليها من قبل الجمعية. جهد كبير حقيقة ويشكرون عليه تقوم بهذه الجمعية. ومكابدة المرض شيء لا يعرفه إلا من سهر الليل بسببه. جمعية عناية استطاعت بفضل الله أن تصل إلى المريض لتقدم ما يحتاجه من العلاج إليه في بيته، وإن كان لابد من نقله إلى المستشفى فإنها تنقله مباشرة إلى حيث يحتاج وما يقدم له. دائما استشعار أن الإنسان إذا قدم خدمة طبية خيرية لإنسان محتاج ولو خدمة واحدة، فكأنما قدم هذه الخدمة لكافة البشرية من أول ما خلق الله عز وجل البشرية إلى الآن، كما قال الله عز وجل فكأنما أحيا الناس جميعا. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله من جديد. الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى عناية هي ما شاء الله تبارك الله من الجمعيات الرائدة، الجمعيات اللي لها دور كبير في مساعدة المرضى الفقراء اللي ما يستطيعون يعني على تكاليف أو تأمين تكاليف العلاج، فهم ما شاء الله تبارك الله يساعدون في التنسيق بينهم بين الأطباء، يعني يوفر لهم الأطباء يوفر لهم العلاج، اللي محتاج عملية يحولوه إلى مستشفى. لهم ما شاء الله العديد والعديد ما شاء الله تبارك الله من يعني الجهود الجبارة التي يعني تذكر فتشكر. طيب دكتور، أمثال هذه الجمعية مثلا جمعية عناية، ما مدى أهمية تواجدها مثلا في مجتمعاتنا بصفة عامة، وما مدى تأثيرها على الناس؟ وهو بشكل عام في البداية أنا أشكر الحقيقة الجمعية على رعايتها لهالبرنامج، وهي ما شاء الله يعني جمعية تذكر بالخير، والقائمين عليها والعاملين معها يعني من خيرة الحقيقة الزملاء والأطباء اللي نعرفهم واللي ما نعرفهم الحقيقة. ولا شك في أن العمل الخيري في الحقيقة هي من صلب ديننا الحنيف، يعني ويعني خيره متعدي ويعني إيجابياته وفوائده على المجتمع، بل وحتى على نفس العاملين في هالمجال يعني يشوفون أثره في أنفسهم وفي ذرياتهم وفي من يخالطون في الحقيقة بركة في المجتمع. بركة في كل شيء. فمثل هالجمعيات ويعني خيرها ونفعها يعم الجميع في الحقيقة، يشمل أيوه وخير الناس أنفعهم للناس. كون الإنسان يفكر في حاجة غيره، يفكر في حاجة أخوه المسلم، يوفر له العلاج. وسبحان الله الإنسان ضعيف، ما بالك إذا كمان أصابه مرض أو أصابه أي شيء. سبحان الله في ذاك الوقت يعني الإنسان يكون يتعلق أو يقدر يعني يتمسك بأقل سبب. صحيح. وجمعية عناية ما شاء الله تبارك الله يعني كفوا الكثير والكثير من الناس هذا الهم، هم العلاج وتوفير الأدوية والذهاب إلى الأطباء والاختصاصيين والاستشاريين حتى إلى العمليات. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي جهودهم. الدكتور تركي بن عبد الله الشريف استشاري كلى الأطفال. طبعا الدكتور ما شاء الله تبارك الله حاصل على الزمالات السعودية والأردنية والزمالة العربية في طب الأطفال، وأيضا الزمالة من جامعة تورنتو في كندا. شكرا لك دكتور تركي. الله يحييك. شكرا لك والأخوان المجاهدين. الله يسعدك، نشكرك إن شاء الله ونتمنى نشوفك معنا في حلقات ثانية بإذن الله على خير إن شاء الله. طيب لازم طبعا تكمل الموية اللي عندك عشان
نوري الناس ان المويه مهمه. شكر لكم انتم، الشكر لكم انتم ايضا اعزائي المشاهدين على مشاهدتكم ومتابعتكم. ولا ننسى نذكركم بانه اذا عندكم اي استفسارات، اي اقتراحات، اي مشاركات، اي مواضيع حابين تتطرقوا لها، شاركوا على هاشتاج البرنامج، هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر برنامج عناية، هذا الهاشتاج، هاشتاج اسمه برنامج عناية. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.